بداية الحكاية كانت مع آدم وحواء يوم سمعوا كلام الشيطان بدال الله، وبسبب عصيانهم لله اختربت العلاقة القوية اللي كانت تربط الإنسان بالله. وبكذي آدم وحواء صاروا هم أول من ارتكبوا المعصية، وكانت النتيجة الموت. حاولوا يخبون أنفسهم بورق الشير عشان يسترون عوراتهم، لكن الله ما رضى بهذه التغطية وسترهم بدال ورق الشير بجلد حيوان. الله سبحانه وتعالى بنفسه ضحى بأول حيوان عشان يستر عوراتهم. آدم وحواء كان عندهم ولدين وهم قابيل وهابيل. قابيل تقرب لله بزراعة من اللي زرعها، أما هابيل فتقرب حق الله بذبيحة ضحى بدم. وتقبل الله من هابيل الذبيحة وما تقبل تضحية قابيل. ليش؟ لأن المعصية تستحق الموت، لأنها تفصلنا عن الله وتحتاج كفارة ذبيحة. غيرة قابيل خلته يشتل أخوه وودى البشرية في طريق مظلم. وبعد مئات السنين صارت الأمور سيئة وايد، لدرجة أنها خلت الله يقول أن ما شيء إنسان على وجه الأرض يستحق يعيش، ولا حد غير سيدنا نوح وعائلته. الله أمر نوح أن يبني سفينة عملاقة كالرسالة هذه. عقاب المعصية قريب وماشي إلا طريقة واحدة للنجاة والرحمة، وهي الفلك. لكنهم ضحكوا واستهزأوا في كلامه لين ما جاء المطر من السماء وتفجر الماي من القاع، والناس كانوا غافلين. الطوفان جتل كل إنسان وكل حيوان، ومات العالم بسبب ذنوبهم. بس نوح وعائلته والحيوانات اللي شلهم الله على السفينة هم اللي نجوا. بعدين يا سيدنا إبراهيم أبو الإيمان، الله أمره ياخذ ولده ويضحيه على جبل. إبراهيم كان متضايج من هالأمر، لكن طاع الله هو أثبت إيمانه وخذ ولده على جبل في أرض المرية. ويوم كان إبراهيم بالفعل يضحي بولده، الله وقفه ودبر له تشبش بدال ولده، وكان التشبش هو الفداء بدال ولده، دم لدم وحياة لحياة. مرت 400 سنة والله طرش سيدنا موسى عشان يطلع بني إسرائيل من مصر، لكن فرعون ملك مصر رفض هالشي والله عاقبه بعشر مصايب. والمصيبة الأخيرة كانت أن الله طرش ملك الموت عشان يشتل الولد البكر في كل بيت ما عدا بني إسرائيل اللي ضحوا بشبش نفس ما أمرهم الله، وسووا علامة بدم الشبش على باب البيت. ويوم الملاك شاف العلامة عرف أن الأهالي اللي في البيت فدوا بأضحية، وأي حد سواء خادم أو شخص حر إذا طاع أمر الله كان بيكون ولده بأمان، وإذا لا هذيك الليلة صار نفس ما تنبأ النبي موسى، واستوى صياح كبير في كل بيت مصري رفض رحمة الله بالتضحية. بعدين النبي موسى ياب للشعب التوراة اللي الله وصف فيه طقوس عشان يغطوا ذنوبهم. أي شخص يرتكب ذنب يحتاج يجيب ضحية حيوان للكاهن ويحط إيده على رأسه كأنه ينقل ذنبه وعاره للحيوان، وبعدين الحيوان انذبح وطاح دمه والذنب اتستر. الملك داود والأنبياء تبعوا التوراة اللي ياهم من الله عن طريق النبي موسى، لكنهم تساءلوا صدق دم الحيوان يستر ذنب الإنسان؟ أو هاي إشارات ورموز تشير للمستقبل؟ داود تنبأ أن بي واحد بيكون ملك، بيكون المسيح، بيكون من نسل الملك داود اللي بيحكم بقوة وسلطنة، ولكن بعد بيكون متواضع وقلبه حنون. هذا المسيح بيكون بدون ذنوب، كامل بدون عيوب، بريء. هو بيعاني وبيموت وبيكون ضحية مستاهلة،
هو بيكون الضحية العظيمة. سيدنا عيسى كان مولود في مدينة داود في بيت بسيط، انولد من عذراء، انولد طاهر ملكي لكن فقير من نسل الملك داود، رعاة غنم فقارة وأغنية مجوس من الشرق يو عشان يكرموا الولد ويشهدوا أنه بالفعل المسيح المنتظر اللي الكتب السماوية وعدت به. عيسى بشر بالمحبة والصدق والسلام والتواضع. هو كان نجار بسيط لكنه كان أحكم الحاكمين. هو هان المدينين المنافقين اللي يهتموا بالطقوس أكثر من محبة الله والناس، لكنه كان محبوب من الفقارة والمتواضعين والتائبين والعاصين. هو شاف الأطرش والعمي والمعاق والملبوس، وهو حتى أحيا الميت للحياة. ريال ما له بيت، معلم متجول، هو المسيح يدعو محبين الله انهم يعيشون حياة كاملة. سيدنا عيسى حتى سمى الله أبوه وراوى البشرية ان القادر على كل شيء يحبكم كأبوكم. الله بغى يعتبر البشر أولاده، لكن كان في مشكلة، كانوا بعدهم عاصين والله مقدس. معاصي الإنسان بداية من آدم فرقت الناس من ربهم، والمسيح عرف شو لازم يسوي عشان يرجعهم لله. النبي يحيى بن زكريا تنبأ عن سيدنا عيسى وقال: شوفوا شبش الضحية لله اللي يشيل معاصي العالم. سيدنا عيسى هو كان المسيح المختار، مختار عشان يكون الضحية العظيمة. ما عصى أبدا، هو كان مقدس وطاهر وكامل والوحيد المناسب عشان يدفع ثمن المعاصي. البريء بدال المذنب، المقدس بدال العاصين. هو سوى هذا حق أبوه عشان يدفع ثمن معاصي البشرية، عشان يحررهم من عبودية المعاصي ويرجع حقهم اللي ضيعه آدم، علاقة تامة ويا الله سبحانه وتعالى. سيدنا عيسى مات على الصليب مو بسبب اليهود ولا الرومان، لكن بيد الله أبوه. الله ضحى بالمسيح عشان يحقق اللي كان مكتوب من الأنبياء، أنه بيكون شبش الضحية لله اللي يشيل معاصي العالم، معاصيك أنت وأنا. بس هو ما وقف بهذا، بعد 3 أيام الله قوم عيسى المسيح من بين الأموات كوعد حق اللي يؤمنون فيه أنهم هم بعد بيقومون من الموت للحياة الأبدية. بعد هذا عيسى وعد اللي وياه أنه بيرجع مرة ثانية، لكن هالمرة كالملك والديان. المسيح هو هبة الله حق البشرية انهم هم ما بيموتون في معاصيهم ويتفرقون من الله، لكن بعد ما يقبلون تضحية عيسى يقدرون يرجعون لعلاقة تامة ويا الله. لكن نفس اي هبة او هدية، هي مو بحقك لين ما تاخذها،